الإدماج في قطاع التربية. أغلبية النواب طرحوها تاع التنازل، كان اختيار زوج اختيارات، ينفذ المرسوم التنفيذي 336/19، يلقى إجراء يعني ترونزيتوار بان نسمح لهذو هما يربحوا عامين في لا روتريت. لو كان نوليو المرسوم التنفيذي عندنا الوقت حتى ل 31 ديسمبر 2023، يقعد في الدي اي بي يدي 1.5 مليون، عندي الوقت حتى يكونوا الاموال لازم المناصب الجامعه يدير الادماج تاعهم. هو المرسوم التنفيذي الادماج يعني المصالح تاع الدوله قطاعات الوزاريه ملزمون بالادماج تلقائي الى 31 ديسمبر 2023. ولكن باش ما نحرمش هاد العمال تاع قطاع التربيه با ما يزيدوش يودروا عامين من لا روتريت، عطيناهم لو سالير تاع لو ديبلوم تاعهم، وقلنا لهم لو ستاتيو كي يوجد راحين نخرجوا لكم المناصب وتم التسويه تاعكم، راحين اوكل يديروا ديزيستومون تكون عندهم تسويه على لي ديبلوم تاعهم في لو ستاتيو تاع التربيه راه يتخدم. وهذا القرار هزو رئيس الجمهوريه في مجلس الوزراء، قال لك ادمجوهم اعطيهم يخلصوهم يديو لي 4 مليون ولا 3 مليون يدمي تاعهم يربح لا روتريت. واعطى امر لوزير التربيه قال له وجد ستاتيو ودير لهم التسويه تاعهم في ستاتيو. اي واحد منكم كان في بلاصتهم كان يقبل، يقول لكم انا ربع عامين دونك اللي يحب ما حبش يدير ديزيستوم يستنى حتى 2023 ويدير. هادو راح يجيكم في القانون المالية التكميلي، هادو 43 مليار دو دينار، 43 مليار دينار جزائري للهادو. وجميع اللي كان عندهم أكثر من 8 سنين ل 2019 راح يكون عندهم أرابال، وفي لا دوا ديفيرونس كومبليمونتير 21 مليار دو دينار.